إذن للوقوف عند انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن في ظل المجازر المرتكبة في مأرب، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي مرحبا بكم. كما تعرفون ميليشيا الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بالقصف أو الحصار. بحسب المنظمات الحقوقية ارتكبت ميليشيا الحوثي ما يقارب من 745 انتهاكا خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام في محافظة إب وحدها. بماذا تفسرون ذلك دكتور؟ طبعا كما تعلم أن هناك صمت دولي وهناك تقريبا يعني إجماع غير معلن من قبل دول الإقليم ومن قبل الدول المهيمنة على القرار الدولي بالحفاظ على الحوثيين باعتبار التوازن بين جماعة الإسلام السياسي والجماعات التي تصنف بالشيعية، وهذا يخلق من التوازن والصراع بين ولها وظائف، وبالتالي هنالك وظيفة وهنالك ترتيب للجغرافيا اليمنية على الشاكل العراقية وعلى الشاكل السورية، بمعنى أن يكون هناك تعدد عقائدي ومناطقي، وهذا التعدد هو الذي يضعف الدول الوطنية المنطقة العربية ويجعلها لا تكتمل في بناء هويتها الوطنية، ومن هنا إضعاف السلطة الشرعية، بقاء الحوثيين في المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية، إيجاد أكثر من قوة عسكرية. هذا يجعل المجتمع الدولي يتحدث عن أن السلطة الشرعية ضعيفة وغير قادرة على توفير الأمن وغير قادرة على إملاء الفراغات الأمنية، وهناك خطر على الإملاحة الدولية، وهناك خطر على أن تكون اليمن بيئة يعني بيئة مناسبة لنمو وترعرع وانتشار الجماعات الإرهابية، ومن هنا سيتم التدخل والوجود الأمريكي البريطاني الأجنبي، وهذا موجود الآن، هناك قوات بريطانية وأمريكية في المناطق الجنوبية تحت ذريعة يعني منع تهريب الأسلحة وتحت ذريعة حماية الملاحة الدولية، وهناك حديث وربط بين استهداف بعض الناقلات والبواخر أو القرصنة، وهذا مدروس ومعروف وحدث في الصومال وقبل ذلك، ومهد لغزو الصومال والدخول إلى أراضيها. في اليمن هنالك إجماع، هنالك توجه إقليمي لبقاء هشة لا توجد بها سلطة قوية بحيث أنها تستنزف المملكة العربية السعودية. يوجد أكثر من سلطة، وهذا يجعل المنطقة واليمن في غاية الأهمية الاستراتيجية في هذا التوقيت، من حيث علاقتها بطريق الحرير الصيني، من حيث أهميتها في الصراع مع إيران، من حيث أهميتها لوجود قوات في القرن الأفريقي للتحكم بالحركة بين آسيا وأفريقيا. هذا كله فيما يخص اليمن، ولكن لماذا مأرب تحديدا التي تستهدفها ميليشيا الحوثي بهذا العنف المفرط إن صح التعبير دكتور؟ مأرب كما تعلم هي تعتبر أولا بمثابة عاصمة غير معلنة التي تشكل نموا تنمويا، وهناك وجود للحكومة وهناك النفط والغاز وهناك الموارد، وبالتالي إذا تمكنت الميليشيا الحوثية من السيطرة على مأرب فأنها أطبقت على أكبر تقبل، هنا كتلة سكانية أيضا من النازحين، وبالتالي أصبحت السلطة الشرعية لا توجد لها جغرافيا إلا في بعض المحافظات، تعز محاصرة ونصفين شبوة محل النزاع، وبالتالي مأرب ستكون للحوثيين مصادر تمويل من النفط والغاز، لديها قوة رمزية لأنها عاصمة تاريخية، ستكون على مقربة من المملكة العربية السعودية، ستكون على مقربة من التحرك من مأرب باتجاه شبوة باتجاه المناطق الجنوبية، وتستطيع أن تتوسع باتجاه المناطق الجنوبية. هذه المعركة فاصلة، وبالتالي الكثافة الديمغرافية والمؤسسية في مأرب للسلطة الشرعية الضعيفة بحد ذاتها سيكون هناك انتصار رمزي وعسكري والتحرك باتجاه كل الاتجاهات، وبالتالي الحوثيين يفتحون أكثر من جبهة، يستهدفون استمرار حصار تعز، يقصفون ميناء الوخا، يقصفون السعودية في إطار أنهم يبحثون عن حوار مباشر ويحسنون الموقف التفاوضي لإيران. هناك استراتيجية إيرانية واضحة في اليمن، وهناك غياب للاستراتيجية التحالف العربي، وهناك تباين في كيفية إعادة تشكيل الجغرافيا اليمنية والمؤسسات، وبالتالي أعتقد أن
تأجيل إنهاء الانقلاب أو إنهاء عودة السلطة الشرعية يعني يضاعف من إشكالية اليمن، كما أن المسألة في غاية الخطورة أيضا. من المحتمل كما قلنا في أكثر من لقاء أن استمرار هذا الوضع ربما أيضا يفتح لجماعات شيعية أو ذات ولاء لإيران داخل الجغرافيا السعودية. نحن أمام خطر كبير، خاصة وأن الآن الحوثيين لا يعملون فقط على قصف مارب، لا يعملون على قصف المخاء، أيضا يقومون بتشكيل الذاكرة الوطنية للنشر. من هناك تغيير لمناهج التدريس، هناك تغيير للرموز الوطنية برموز عقائدية، هناك يعني هناك لديهم بخيرة من الجماعات العقائدية الذين يعني ينتمون إلى ولاية الفقيه وهم أقرب للاثناعشرية. طيب دكتور، نعم. وهناك الأبناء. نعم دكتور، أنت تفضلت وتحدثت عن صمت المجتمع الدولي، هل ردود فعل المجتمع الدولي على مستوى الحدث، وهل ترى أن هذا الصمت هو الذي شجع ميليشيا الحوثي على التمادي بمزيد من الانتهاكات دكتور؟ نعم نعم، هم الحوثيين، وطبعا إيران، هناك إيران تدرك إيران أن هنالك حاجة لبقائها، لأن بقاء إيران مهدد، يعني أن هناك كثير من الدول العربية ستقيم علاقات مع إسرائيل، وهذا يخدم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران يخدمها أيضا، هي تدرك هذا، تدرك أن المجتمع الدولي يريد الدول العربية ضعيفة وغير موحدة، وأن المشروع القومي العربي يصبح ضعيف الاحتمال نظرا، لأن الآن في العراق على سبيل المثال أو اليمن نتحدث عن طوائف، نتحدث عن قوميات، عن أكراد وعرب، عن مسيحيين وسنة وشيعة. في اليمن نتحدث الآن، كنا نخجل أن نتحدث عن سنة وشيعة، لأن نتحدث عن شمال جنوب سنة الشيعة، هذا يضعف الدول ويجعل من المشروع القومي والاتحاد الإسلامي ضعيف، ويجعل من الدول ضعيفة غير قادرة على أن تشكل يعني تكتل عربي. وأيضا عندنا مجلس التعاون الخليجي أيضا قد تم استهدافه، بالتالي المنطقة تفتقر إلى مشروع قومي عربي، إلى دول محور. العراق خارج قوة محورية، خرج العراق، خرج مصر، سوريا خارج المعادلة، والآن سيكون أيضا التجمعات الإسلامية هي الآن تجمع تركيا، تجمع إيران، وتجمع السعودية، وهذا في غاية الخطورة، والخليج منقسم ومتشظي. إذا المنطقة نعم إذا لم يتم يعني الإسراع في استراتيجية لاستعادة المجالات العربية وإخراج إيران، وأول خطوات إخراج إيران تبدأ من اليمن وليس من العراق، لأن اليمن تبدأ الدولة المحورية السعودية تقوم بحماية أمنها القومي، ثم يتم سحب يعني، خاصة وأن الحوثيين بالإمكان اقتلاعهم، هناك رفض شعبي حتى في عمق نعم الجماعة دكتور. العقائدية لإخراج هذه الجماعة. عبر سكايب من أمستردام أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، شكرا جزيلا لكم.